وهيك يا ستي ما رح البس النورة قصيرة، انتي مرتاحة هيك؟ وكل البنات يلي هنيك رح يلبسوا مثلك؟ لا مو مثلي، هو فستان طويل وعريض، شو كانوا يسموه يا ربي؟ ايه تذكرت، هذا اسمه لباس موحد. وهنيك كل بنات المدرسة رح يكونوا لابسين مثله ولونه أبيض. وهيك حلينا المشكلة وبيكون كل شي تمام، وهلأ أكيد رح تخليني روح على المدرسة. ما عاد في عندك اعتراض صح ستي؟ أنا سبا وقلت لك إنها ذكية كتير وما حدا رح يوقف بطريقة أبداً. شوفي قديش واثقة من حالها وما أنا خايفة بنوب. صدقوني أنا كتير فرحانة لأنه هلأ كل شي صار مثل ما بدها ستي، ورح ترضى تبعتني على المدرسة، مو هيك ستي؟ إيه أكيد حبيبتي، ستك ما رح تعارض هذا الشيء أبداً لأنه هي سبق وسمحت لك تروحي على المدرسة وما عارضت، بس كان في مشكلة واحدة وهي اللباس الموحد، وأنت بذكائك حليتي هالمشكلة وما ضل شيء لتعترض عليه. كل شي رح يصير منيح. وهلا ستي ما رح تعصب مني لأنه رح أعمل كل شي بدي اياه. شكرا ساكر. لأنه دورت على اللابتوب والتهيت عن دراستك لحتى تلاقي لي المدرسة، لهيك شكرا. شطورة يا روحي، أنا ما شفت بنت عندها إصرار إنه تدرس وتنجح مثلك، فخورة فيكي. مرت عمي؟ هلأ صار فيها تروح على المدرسة ما هيك؟ هالبنت طلعت ذكية وقوية أكتر مني بكتير، لدرجة إنه خربت كل شي خططت له لحتى ما تروح، وهلأ حطتني بهالموقف قدام الكل، ما عاد عندي ولا حجة لأمنعها. يعني أنا ماني ضد إنه تتعلمي، يعني طالما لقيتوا مدرسة وبلباس محافظ فليش لحتى أمنعك؟ خالتي المشكلة مو بس باللباس، مصروف المدرسة كبير، رح تخليكن تحطوا مصاريف بلا طعمة، وإذا أنتي رضيتي تخليها تروح رح تضطروا تدفعوا قصة المدرسة وبصراحة غالي. لا خالتي لا تاكلي هم القصة تبع المدرسة،